مساكم فل لي سامعين. لما نقول إعلان جاب وقته، هذا الإعلان اللي جاب وقته. دخلنا الصيف، أكبر مشكلة عندنا موضوع الاستحمام، موضوع الشاور، هالماي الحار. اليوم جايب لكم الحل يا جماعة. الحل يا حبيبي الكول شاور. ما شاء الله تبارك الله، كل هالكميات طالعة للعملاء، كمية ضخمة، استعداد لفصل الصيف. ما شاء الله تبارك الله، هذه فقط السيارات اللي طالعة. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، استعداد غير الكمية اللي موجودة بالمستودع. ما شاء الله تبارك الله. هتكلم لكم الآن عن هذا المنتج اللي أثبت جدارته، وهذا المنتج اللي الكل يبحث عنه صار موجود عندكم. معظم محلات السباكة تلقونه موجود. يكون في عدة أنواع، أبغاكم تركزوا على هذا اللوجو الكول شاور. طبعا هذا المنتج حاصل على عدة شهادات عالمية من ضمنها الآيزو، بالإضافة إلى براءة الاختراع. هذا هو اللوجو الكول شاور. المنتج يركب على الخزان، يبرد إلينا الماء، يعطينا درجة حرارة من 28 إلين 32، يعني في الجو الحار تقدر تستحم بكل أريحية، الكبار الصغار حتى الأطفال. المنتج مثل ما قلت لكم سهل تركيبه. طبعا على فكرة داخله مو مروحة، داخله ماطور، هذا اللي يعطينا قوة تبريد أو سرعة في عملية تبريد ماء الخزان. إضافة يجي معاه التايمر المؤقت، وهذا سلمكم الله تختارون وقت شغل الماطور عشان عملية تبريد المياه، يعني فترة الظهر وقته علشان فترة الحرارة، فترة الفجر ممكن نطفيه، منها نقلل استهلاك الكهرباء، ومنها علشان ما يكون الماء مرة بارد ونضطرنا احنا نشغل السخانة في عملية الاستحمام لما تكون في الفجر. صار سريع، خلينا نشوف قوة دفع الهواء حق هذا الماطور. ارجع ارجع ارجع، ايوه، شوفوا يا جماعة أكثر من 10 متر، شوفوا كيف تأثير الهواء أو قوة الهواء. صراحة يا جماعة المنتج كده بطل، وسعره في متناول الأيدي بحدود 600 ريال، متوفر في معظم محلات السباكة، عليه ضمان أكيد يا حبيبي، عليه ضمان سنتين، ولا تنسوا الماركة كول شاور. هل تستطيع احتمال حرارة الماء في فصل الصيف، حيث تصل درجة حرارة الماء في الخزان إلى 60 درجة مئوية، مما يجعل الاستفادة منه مستحيلة؟ حسناً، ليس بعد الآن، وللمرة الأولى مع كول شاور يمكنك خفض درجة حرارة المياه في 4 ساعات فقط، والحصول على ماء بارد في أي وقت، بالإضافة إلى تايمر لتنظيم التشغيل مع استهلاك قليل للكهرباء وسعر مناسب للجميع. انضم أنت وعائلتك إلى أكثر من 1,000,000 عميل على مستوى الخليج يستمتعون بالماء في أي وقت. لا تتردد.